صلى الله عليه وسلم هي لم يمشي في المدينه المنوره كنت اعذر بيوفات البدايه اخذوا من 10 ايام من المحرم يسال سيدي البيت ما كان يخدمه ما يجيب السبب الصيامات تظن غصه الناس يا رسول الله غصه إن جاء السيد ربي تبارك وتعالى موسى ومن معه إهلك السيد ربي تبارك وتعالى فرعون الجند سنة من جند إهلك ربي وين إن جاء ويحفظ وين غصا وأن يزوم أسنى عشرة ويرى على cette force de l'homme, peut-être par la boîte à l'aide de l'eau gauche, tu vois. Et si tu veux le de l'eau, il est c'est une grecque, c'est l'eau, peut-être par la boîte à l'aide. Grâce à cette boule, c'est le bonheur dans le livre, à la boîte de l'eau, c'est la rica. Elle a décliné une force de l'eau, puis ça fait l'isne, sous l'eau de la salle. Alhamdulillah. Sous l'eau de la salle. أي الذنوب اللي دائما تقرا ربي مكتوبة اللي تسكت اللي تقول لي صبر سكت غير تقول لي اللي غلي غلي كل الذنوب المعاصي تاعك سكت اني قرات سيدي ربي تبارك وتعالى هذا ذاك يغفر سيدي ربي تبارك وتعالى سكوت منصة لان باسم روح المسايا نصا من روح المسايا ماشي حتى نعدد من روح المسايا ان تصرع في ذلك التوحيد وانما هو كانت الدسله دسله غير اللي سكانوا كل الطقوس اللي سكانوا كل نصا ومحفور تغيير ومحفور ثم الطقوس هذا المسكات كنت في فرقات لا هو في فرقات لا هو في الغريب لا هو في كازنا هي كانت ما كانت كانت الطقوس غصا ومحشور تغيبا ومحشور ولكن هي كانت الا هذا السبب ما كان يكون مسكا لا في كان في التوحيد امانا بلسان كان الفلوس اللي سموا لي فرقات انك عاصر في كتاب الفلوس كي قلت لحاجة هذا السبب علشان يعطي مسكا ولكن يمكن في الطقوس تسلميها هي سورة السيد ويكا السميز ذا السورة تدعي ذو ماسورة أدبنا كيو سيدنا الحسين في كربة لنا تنسيس كابول بس تدعي ذو ماسورة أدبنا كيو سيدنا الحسين يسيس سيد النبي صلى الله عليه وسلم سنجرى لجيو سيدنا أو يمسك كربة لنا لا من ستة قوت سوف يمتلك لا نبع الضفرة ورسل من ستة رسل مش كان بيها يا محارا شو لا فاقين قرر بيها يا محارا يعني كما سيجب يا محارا ورسل من ستة زد قوتان زد لعبتان فتن ينصطع التوبيه أني أقول لك أنا أسمع صوتي كبير من أي زوج حتى زوجت السقبل حتى زوجت السبعة حتى زوجت التسعة عشرة حتى زوجت عشرة أحد عشر الصيام يا زوج سنين يا شوي شم يا كل نظم أنت الصحابة إني ودي ما كان يحتفظون ناس ناس غصة إن شيء صوت بموسى القوات يهلك يصبر بجنود إن سيد النبي صلى الله عليه وسلم نحن أولاد موسى كنا يهلك لوس موسى أفضل القصة يختم جربي يحفظ يحفظ إكليما يهلك الظالم لقوم الظالمين يكون هنا أيهن لوس موسى ماشي كني نقدر الأول ما نفرح القصة ينصر بالحق ينصر بالحق دور في عام الجنة المسيحة وانتما ما يحفظ بطبعك وحرام
الحق اللي سيدنا موسى ومن معه استتم من الفرس غصر الناس اللي من بين شمن غصرت الارض ولاد ديال الاصبع ديال يوفا بني اسرائيل اظلمت الناس ما ظلمت السياد ما ولدت ولا غصرت السياد زويكا ان شاء الله ايمان اللي تورد بالغبور هذه راه النظم استقبل باش الاول ديال بني اسرائيل شكون هاد الدم بني اسرائيل زاد تبعنا تكوني على حق اي مسكره تسكره كل بني ادم في مقام النظم حتى ظهور بني خلفك انت شنو هي الظلمه تستقبل هي السنه القوليه السنه قبل يبدا السنه بعد وليدي السنه الفعليه شنو سيدي بدو كامل السنة مع شوية يقول سيد النبي يقول في قصية في السنة الفعلية يقول سيد النبي أن ثم استمر الأسباب في السنة القوية إن سيد النبي يغدوش كإيمان رب نظم أسبر من نظم أسبر إن يدور دوسك واسب ورسول في سيد النبي أمر عشان دي مشكل يفعل سيد النبي يموت إذا أخذت في السنة القوية إن كسيد النبي ماشي يسكر لأن يعني السنة اللي كيسموها السنة القوية، السنة الفعلية، السنة التقريرية. تلك السنة اللي كيسموها بها السنة. وقصد رزقا إن ندى هي السنة القوية. السنة القوية الفعلية التقريرية. هو ده غيسى محمد الله أكبر. أقول لك يا سنتي الجندان درا الجندان درا أين سنتي حوته؟ الربح الدنيا استغل التقريبات أي الناس تبت أي الناس تحاول وأنا أفكر بس لدي بشورة سوى كسيتينها وكل فلوس سوى كسيتينها غير ما تعلم الدنيا فيها كل من هذا تدل على فلوس ولكن من أركتني فلاني لا درس ما أقول كلمة خلق استطلع على فترة كلمة فلوس أعطيك السر حسنة دي أسيت استاذي أنت بك حسنة أسيت استاذي أنت ولا سكاع الجنة في خط أين سمسات الحسنة تكون كاثر تسعب حظا في طبعا هو رب سبحانه هذا رب رب العالمين أجل كل رب بما يمكن هذا يحضر بطبع الوزع يحضر بتلوانا يحضر بتلسكنا يحضر بيكينا يحضر بالعرفنا يحضر بالوالد علمنا يحضر بتلسكنا يحضر بالإيماننا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نعم ملك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصل على سيدنا محمد وعلى رسولك النبي وعلى اله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Thank you.